اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خوتتي، نطلب من الله تكونوا بخير وعلى خير وما يأثرش علينا وعليكم هذا الوباء اللي تصابينا به، ما عرفناه واش من عند الله ولا من عند العبد. المهم واش هادشي تخاد باستهزاء ولا لا مبالاة؟ على ما كنظن هادشي تخاد بلا مبالاة، لأن هادشي ما مولفاش عليه الإنسانية، يعني دازو أمراض قبل من هذا وكثر من هذا، ولكن ما انتشروش بهذه السرعة اللي يعني هددت خطر على العالم كله. المهم أخوتي هذه حرب، وأي حرب كتطلب يعني الدفاع والمقاومة والحرص، وإلا كانت هذه حرب أخوتي يعني هذه راه حرب جرثومية بيولوجية، يعني كتحارب واحد السلاح ما تيبانش. إذا باش نحميو راسنا من هذا السلاح الفتاك يعني خاصنا نتخبعو منه، ما نبالولوش، ما نخليوش يشوفنا. وعلى ديك الحرب البيولوجية خليكم مع الملخص اللي يعني تصاوب على واحد محاولة اغتيال لواحد القائد ديال حركة حماس بالأردن سنة 1997. أحد المهاجمين استعمل جهازا أدى إلى أشبه بالصعقة الكهربية في جسمي، واستعمله خلف الأذن اليسرى، وحدثت هزة في جسمي وصوت مدوي في الأذن اليسرى وانتهى الأمر. وهنا أدركت وربطت في لحظة عابرة سريعة بين الارتياب الذي كان قبل ثوان وبين هذه الجلبة وهذا الهجوم، وقلت هذه محاولة اغتيال، لكن وجدت أنني لم أصب بأذى، بمعنى ليس هناك إطلاق نار. الاغتيال التقليدي عادة بإطلاق مسدس أو رشاش، يعني إطلاق نار، لم يحصل هذا. أنا أدركت فورا أن هذه حادثة لها ما بعدها، ليست حادثة عابرة، وبالتالي لابد أن نقدر الموقف مع بقية إخواني في القيادة. وبالفعل تجمع أعضاء المكتب السياسي وشرحت لهم الذي جرى، وقلت لهم لا شك لدي أن هذه محاولة نعم أنا ما زلت حيا، لم يستعمل فيها الرصاص أو التفجير. شرحت لهم ما الذي جرى بالضبط، قلت لهم أنا بصحة وعافية، لكن هناك شيء ما حصل. أنا في هذه اللحظة كنت في حالة من الإدراك الجزئي، يعني شعر بنوع من الضعف في الجسم، حالة من النعاس، لم تصيبني الغيبوبة في تلك اللحظة. إدراكي لما حولي أشبه بالتخدير، أو يعني من يخرج من عملية جراحية وفي هناك بقايا حالة التخدير، فيدرك ويرى ما حوله ولكن إدراك غير كامل. إلى أن وصلنا مدينة الحسين الطبية، وهناك تم إدخالنا إلى غرفة في المستشفى، تجمع حول الأطباء. هنا زادت حالتي سوءا، زاد إحساسي بالنعاس، حتى أتذكر آخر تلك اللحظات أجلسوني، لأن شعروا أنه وأنا مستلقي على السرير بدأت أنام، يعني حالة النعاس كانت شديدة، ويبدو أن السم المستعمل من خصائصه إحداث حالة النعاس، لأنه كما عرفت لاحقا أنه السم يضرب مراكز التنفس اللا إرادي، وكان يراد أن تمضي كعملية هادئة بلا ضوضاء، نعاس فنوم فموت. تكون هناك أعراض بدنية لا أثار لدخول إبرة ولا ردود على جلده، لا شيء أبدا. وعند فحصه قال إنه يريد أن ينام، قال إنه ضعيف ويريد النوم فحسب. كنا نكلمه ونقول له تماسك يا خالد، خذ نفسا، افتح عينيك وانظر إليه. ما أثار انتباهي هو أن بؤبؤ عينه كان منقبضا حين فحصت عينيه، ويسمى ذلك تركز البؤبؤ، وهذا يعطيك فكرة أن هناك جرعة كبيرة من المخدر كانت في جسمه. فمجرد اللحظات الأخيرة من اصطفاف سيارتي صار الهجوم على الأخ أبو الوليد. أنا أدركت الهجوم على أبو الوليد، طبعا هذه خلال ثواني صارت، يمكن ثانيتين ثلاث. سحبت الهاند بريك في سيارتي وقفزت من سيارتي وهجمت عليهم، يعني مجرد ما صار قريب مني رفعت رجلي وضربته. هروبهم كان باتجاه السروات،
ركضوا ما يقارب تقريبا 100 متر وأنا أجري خلفهم، وإلا في سيارة بتنتظرهم على زاوية المطعم شغالي وفيها سائق. مجرد ما وصلوا السيارة فتحوا الأبواب، قفزوا داخل السيارة، قبل ما تتسكر الأبواب كانت السيارة ماشي فيهم بسرعة. طبعا أنا الآن سيارتي بعيدة، إيش اللي بدي أسوي؟ فكان إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه سبحانه وتعالى، إنه مباشرة كتبت رقم السيارة على إيدي وحفظت لونها ونوعها. وعلى ما أذكر إنه رقم السيارة 5374، نوعها هونداي، لون أخضر زيتي. فكان توفيق من الله سبحانه وتعالى جل في علاه بأنه يصل لي سيارة مارقة في الشارع. ركضت اعترضت السيارة في نص الشارع، وقفتها وركضت على الباب الأيمن اللي في جانب السائق وفتحت وقفزت، قلت له ألحق السيارة السياحية. للوهلة الأولى السائق التخم، إيش اللي قاعد بصير؟ هم الآن لو كانوا عارفين أني أنا خلفهم ما كان نزلوا من السيارة، لكن نزلتهم تبادر لي أنا كرجل حماية بأنه الآن بدهم ينطلقوا ويعملوا عملية تبديل لسيارة ثانية. نزلت مكان ما نزلوا أمام المسجد وشكرت السائق اللي لا أعلم عنه أي شيء. انطلقت خلفهم بسرعة، كانوا قاطعين الطريق بين الشارع الفرعي وبين شارع المدينة المنورة اللي ما يقارب تقريبا من 50 إلى 70 متر، وقطعوا الشارع الصيدين شارع المدينة المنورة السريع. لما التفتوا شافوني خلفهم حسيت انه صابهم ارتباك. الملاحظة الاولى اللي لاحظتها انه الشاشة البيضاء كانت رايحة عن ايد المهاجم، فادركت انه السلاح اللي كان تحت الشاشة تركوه في السيارة، واذا كان معهم مسدسات ايضا تركوه في السيارة. المنطقة اللي مسكتهم فيها قلت لك أراضي زراعية، في تحتنا عبارة مي زي واد مي صغير بمرق المي من الجهة هذه للجهة الثانية، وأنا مسكتهم فوق العبارة بالضبط. الآن صار عندي إدراك أني أضرب واحد أزدته في العبارة وأستفرد في الثاني، ما أعطوني مجال. القتال كان سريع وكله عن قرب وعنيف. الأول لما ضربني كان في إيده آلة حادة ما عرفت إيش هي. الضخم شاهدت بإيده حجر مبوز، لأني لما صرت ألف وصار يضرب صرت أراوغ في راسي قدر الإمكان بحيث الضرب ما ينزل على راسي، لأني حسيت الضرب كله في منطقة النافوخ قتل، فصار الضرب ينزل على كتفي وبعنف. الناس كلها طبعا بظهر شاهدونها قبل ما نسقط في العبارة بتصف سياراتها وبتيجي تركض. طلعت خلفي وإلا الضخم خلفي شو بيساوي أنا مش مدرك، لأنه الدم مغطي وجهي بطريقة عجيبة. أثناء وقوفنا بتطلع أنا باتجاه مدارس عمر المختار باتجاه الطريق المستقيم، بتفاجأ في 2 أجانب بصفة أجنبية وشخص عربي ملامح عربية عم بتشاددوا وبتشاجروا. فلما نزلت من السيارة واتجهت باتجاه المشاجرة سمعت صوت العربي بيستنجد وبيصرخ أثناء قطع للشارع، كان صوته عالي وواضح كامل إنه هذولا عبارة عن يهود موساد اغتالوا الشيخ خالد مشعل مدير مكتب حماس في عمان. فجأة ظهر شاب فقال وقف أنا ضابط أمن. قلت له أنت ضابط أمن؟ قال آه. قلت له امسك هذا عن المهاجم. זו הייתה הפעם הראשונה ששלחו אותך למשימת חיסול? אני לא אתייחס לעבר המבצעי שלי, אבל אני כן אציין שמבצע משעל היה אחרי 10 שנים שהייתי במוסד באגף המבצעים. יוצאים למבצע שהמטרה שלו בסופו של דבר היא לחסל בן אדם. הייתה לי, נגיד אחרת, הייתי שלם לגמרי עם ההחלטה לחסל את משעל. יצאה הנחיה של ראש הממשלה לעשות מבצע שקט, מפני שהיה ברור לו שלעשות מבצע רועש באמן, לשים פצצה באוטו של משעל, או לירות בו עם רובה צלפים מרחוק, או לירות בו עם אקדחים מקרוב, יעשה משבר גדול מאוד ביחסי ישראל ירדן, ולכן הוא הנחה אותנו לעשות מבצע שקט. פותח חומר שאם רסיסים שלו באים במגע עם אורו של אדם, כעבור כמה שעות האדם מרגיש רע ומאבד את הכרתו והולך לעולמו.
חוליית הרגלה על אנשים תמימים ברחובות. שני אנשים מתקדמים מאחורי האובייקט, אחד מתיז והשני רגע קודם מנער איזה פחית קולה ופותח אותה, ואז תוכנה שלה מתפרץ. האדם שהתיזו עליו כשהוא מסתובב הוא רואה פחית קולה שמתפרצת והוא מבין שזה מה שהתיזו. הגעתי לירדן כשאני נושא בחיליי את האנטידוט, למקרה שאחד הלוחמים ייפגע מהחומר שהולכים להתיז על משל, שהוא יודע לאן לבוא ולקבל את האנטידוט. בבוקר ההוא הייתי בבריכת המלון, הגיעה למלון דמות שלא הייתה אמורה להיות שם מהחוליה. קמתי לקראת הדמות הזאת, ניגשנו הצידה, ואז היא אמרה לי problems. יום חמישי שעבר ליד משרדי החמאס באמן, חאלד משעל צועד עם בניו ומאבטח. לידם נעצרת מכונית מסוג יונדאי, ממנה יוצאים שניים. הם ניגשים למשעל, מצמידים מכשיר לראשו ונמלטים. משעל מתמוטט ושומר ראשו, תופס מונית ורודף אחרי השניים. אמר שאם משעל ימות, תהיה לו התקוממות פלסטינאית, ולא תהיה לו ברירה אלא להוציא להורג את שני הלוחמים. ואז הם החליטו לעשות עסקה עם חוסיין, שאנחנו נציל את חייו של משעל בעזרת אותו אנטידוט, ושני הלוחמים שנתפסו ישוחררו. אתם מקשיבתו, هذا مثال ديال الحروب والاغتيالات بالاسلحه البيولوجيه. اذا هذا الشيء جائز في هذا العصر، يعني كل شيء جائز. حرب متنوعه يعني عندها تقدر تستخدم فيها جميع الاسلحه، الحروب كتستخدم فيها جميع الاسلحه اللي بينها واللي ما بيناش. اجيو نناقشوا واحد الفرضيه بالدارجه المغربيه. ملي كتبغي تزلق شي واحد في الحمام، واش كدير له الصابونه ولا كدير له قشره د البنان؟ بالطبع كدير له الصابون، الصابون هو تيزلق في الحمام، اش درنا شي قشره د البنان؟ اذا اخوتي هاد الفيروس اخوتي يعني كان تيصيب غير الحيوان، ولكن تطور باش ولا تيصيب الانسان. هذا هو المشكل، هو عمليه التطور ديالو. اول حاله كيف قلنا تصابت فوهان في الصين، يعني في واحد السوق د الحيوان. علاش قلت لكم ملي كتبغي تزلق شي واحد في الحمام كدير له الصابون ماشي القشره ديال البنان؟ اذا الفيروس اللي يخرج من الحيوان فين غنديروه؟ فين غنبينوه؟ غادي نبينوه في سوق الحيوانات باش تجي يعني التمثيليه مطابقه. الشينوا ما غتبغيش نهلك ليها ولا الشعب ديالها، يعني باش غادي تصنع هذا الفيروس وتطلقو تما كاين. المهم كيف غنقولوا ضربات الفاس في الراس واللي وقع وقع. دابا غنشوفوا كيفاش نحميو نفسنا. المهم تنطلبوا من الله يشافي البشريه كامله، يعني العالمين كلهم، اي واحد من البشر طلبوا من الله يشافيه ودوز هذه الازمه، وربي راه على الدار سبحانه وتعالى. وكيف نعرفوا اخوتي نتكلموا على احنا المغاربه، احنا هما المغاربه كيف كتعرفوا يعني كناكلوا من طبسيل واحد، تنحكم كيس واحد، تنكميو مسبسي واحد، تنكميو مقارو واحد، كندكو من كاس واحد، كنمشطو من مشطة وحدة، يعني عندنا بزاف د الحوايج مشتركة، وهذا راه في حد ذاته راه خطر اخوتي، خطر خطر، يعني كيف كتعرفو دابا مع هاد الوقت ديال الحجر الصحي، وراه حتى كيف ما شفنا وسمعنا بأن حتى الميليتير ولاو تيخرجو. بالخصوص مدينة الدار البيضاء راهم خرجوا، يعني اش غادي نقول لك، غادي يولي حظر التجول. اللي ما عنده ما يدار يدخل لدارو. اخويا دخل لدارك، ما عندك ما دار دخل لدارك. اللي عنده شي خيمه يقعد فيها، ودخلوا لسوق روسكم، ودخلوا للبيوت ديالكم، تهلاو في وليداتكم، ما كان تا مشكل الحمد لله، وتا حاجه ما تعديكم، لا جمعتوش ليكم تا حاجه ما تعديكم. دخل لدارك، ما عندك ما يدار دخل لدارك. هذاك الفوضى على التقضيه راه ما خداماش، خليو الفقير ما ياكل مسكين، واللي يقدر يعاون يعاون. القهاوي ما تجلسوش فيهم اخوتي، يعني الحمامات، المساجد راكم شتو تغلقوا، يعني يقدر الانسان يصلي في الدار، عائلته يصلي جماعه مع عائلته. الافراح، اماكن الرياضه، يعني التجمعات الانسان يحاول يبعد منهم. من الاحسن يجلس اخوتي في دارو، ما يخرج الا خدام ولا خارج تقدم. المسائل اللي يرد باله منهم
هما اخوتي الا خرج يتقدى يعني داك الادراج الكهربائيه ما تحطوش يديكم في هذيك الجلده، ديما حط هذيك الا كنت لابس شي حاجه ولا وقف هكايا ما تحطش يديك. كذلك في السلالم العاديه كيكونوا في الحيط لاصقين، يعني علاش الانسان يتكي ما يحطش يدي عليهم؟ وهذه كننصح بها بعد، انا دائما ما كنستعملهاش لا في حاله المرض ولا في المرض، لان شحال من واحد تيحط يديه تما كاينه، وكتجي انتيا وكتحط يديك تما كاينه، راه تماك فين كتلصق الطفيليات والجراثيم والبكتيريا وكثير من الحاجات. داك يعني داك الخابيات اللي تيكونوا ببنط ديور ولا صدقه جاريه، يعني هي راه صالحه، ولكن في نفس الوقت ما صالحاش، لان كيتحط كاس واحد وكلشي كيجي يشرب من داك الكاس ولا داك الغراف، حتى هي ما صالحاش دائما. تجمعات اخوتي الانسان يبعد منهم، ما تجمع حد مع والو، راه المرض كيتنقل اخوتي. هذوك الكمامات يعني راهم تاهما في نفس الوقت مضرين، الا استعملهم الانسان، الا مشى شي تجمع استعملهم، ولكن 3 4 السوايع حتى 5 يحيدها، كتموت هذيك الفعاليه ديالها. والقفازات اللي قلت هما راهم خطر في نفس الوقت عليك، يعني الانسان يعرف اش كيدير. فلهذا النصيحه هو الانسان يجلس في داره، خليك في دارك تنجى. الناس الشيوخ الكبار، الوالده، الوالد، خالتي، عمتي، جدي، جداتي، الله يخليكم، الا ما مولفينش كتحبسوا في الدار، حاولوا تحبسوا نفسكم في الدار. راه المشكله الدراري الصغار، وليداتي، اخوتي، هذه راه ماشي العطله، هذا راه مرض، هذا راه وباء، يعني كينتشر، راه تقدر تجيبو من برا من عند واحد وتدخلو لداركم، وهكاك غادي القضية. واحد راه تيقدر يعدي 20 30 وهي غادية، وحسب العدد فين كيتزاد. هذه راه ماشي عطلة، اللي عندها شي وليدات تخليهم معاها في الدار، تقريهم يتجمعو، كاين بزاف د الحوايج يدار. يعني انسان يحبس راسو في دارو، هذا راه ماشي اللعب، هذه راه كارثه، والوضع مزايد غير كيتازم. الانسان الا زي عطس ما يديرش هكا، يعني حاول يدير هذه الحركه هكا، حتى لا جاي يكح هكا، لان ملي كتعطس ولا كتكح هكا تقدر تكون. المهم هادشي دائما خصو يكون، ماشي غير هاد الوقت، راه هذيك العطسه ولا هذيك الكحه كتسلم على واحد، راه هذيك هي الكارثه. الله يحفظنا ويحفظكم اخوتي جميعا، وربي ينجي يعني جميع البشريه من هذه الكارثه، والله يجازيكم بخير، يعني الزموا البيوت ديالكم، وتحياتي والسلام عليكم حتى الفلوق ولا الموضوع الجاي. تشوس. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا واحد يا احد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، نسألك اللهم أن تشفي مرضانا وتعافي مبتلانا وترحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم